فتحي من اللاعبين المميزين في الدوري المصري وفي النادي الأهلي، انضم مؤخرا إلى بيراميدز. ما رأيك في هذا الأمر؟ سيكون واحد من اللاعبين اللي هتتزامل معهم الباك اليمين لمنتخب مصر. دو أحمد فتحي وجوجادور ده على الأهلي. Do Arley? Sim, agora joga no Pira. É um jogador experiente, é. Jogador Carreiro bom. Tênis, o Lab Khabir, o Lab Quais, o Aysad Aina Diro. Jogador bom encaixa qualquer clube, cara. Então, ainda mais no Pirâmides, tem muito jogador bom, né? Haga coisa na de Pirâmides e para o Lab Tênis, Quais. فلاعب كويس ولاعب كويس جدا بيلعب في اي فريق بيساعده فدلوقتي بدل ما جه لبيراميدز في لعيبه كتير عندها كواليتي عاليه زي دونجا زي علي زي الباك رايت كمان صديقي عمر جابر فانا شايف ان هو هيدخل مع المجموعه ديت وهيساعد جدا معاهم آخر سؤال لو عدت إلى